اوعى كمالتك ما تورط في الموضوع ده باي شكل من الاشكال. تورط ايه بس يا ريس؟ واحد قريب وقدمت له خدمه عاديه جدا. وبعدين يعني هتورط ازاي وفي ايه؟ قريبك ده موقفه اتغير تماما عن ايام ما عملت له الخدمه. هو دلوقتي متهم هارب ولازم التعامل معاه حتى كقريبك يتم بحذر شديد وسريه تامه. وبعيد تماما عن المكتب هنا. يا فندم انا لا هتعامل معاه لا كغريب ولا كقريب، وبعدين حضرتك قلت بنفسك هارب. انا اقصد يعني لو حصل اي تواصل اتصل بيك ولا الكلام دوت. قول لي يا كمال، هو يعرف انك شغال معايا هنا في المكتب؟ لا ما يعرفش. اخر مره كنا على تواصل كان قبل ما اشتغل هنا بفتره يعني. افتكر انه هو مضطر قريب قوي يلجا لك كمحامي، لان هو دلوقتي اكيد محتاج محامي. ممكن، بس يعني الوضع الجديد ما يسمحش ان انا اقبل قضايا بعيد عن المكتب هنا. انا كنت قلت لك قبل كده انك تقدر تخلص كل قضاياك اللي قبل المكتب، وانا ممكن اعتبر الموضوع دوت قضيه من قضاياك اللي قبل المكتب، بس مش هي دي الفكره. الموضوع انك مش هتقدر تبقى ليك اي علاقه رسميه الا بتوكيل رسمي منه، وهو للاسف ما يقدرش يعمل لك توكيل رسمي دلوقتي. ده غير انك شغال محامي هنا في المكتب ده لاحد اطراف القضيه، فما ينفعش ولا يا كمال. انا بتكلم على التواصل بشكل ودي. هو حضرتك عايز مني حاجه معينه؟ طبعا. انا عايزك تعمل مذكره اخلاء سبيل لوجيه على ذمه القضيه استنادا لشيوع الاتهام. وصدقنا يا كمال، القبض على قريبك هيساعدنا في اللي كنا بندور عليه لموكلنا. حاضر يا ريس. بس في اسرع وقت يا كمال لو سمحت، قبل ميعاد التجديد. انا يا ريس. متأكد ان محدش سأل عن الحكاية دي خالص لحد دلوقتي؟ طيب الحمد لله. بص، عايزك تكلم كل الناس اللي كانوا موجودين في العزاء او في القعدة اللي بعديها او في الغداء، تفهمهم وتقول لهم ان الحكومة هتتحرك طرق كتير، يعني لازم ان يبقوا مصحصحين وكلامهم واحد. لا مش بس سيرت انا بس، محدش يكون انه جه من اساسه. ونحن ما نعرفش عنه حاجة من زمان. ايوه انا ما اعرفش هو فين. احنا ايه بس اللي هيدخلنا في وهارب واحنا مش عارفين الحكومه عايزاه في ايه من اساسه؟ انا هستقصي عن القضيه، واول ما اعرف اي حاجه هبلغ لكم على طول. بس لحد ما ده يحصل مش عايزين اي دوشه. وسلم لي على الحاج عبد الجليل والحاج رضوان. ربنا يخليك يا اخوي. مع السلامه يا اخوي. مع السلامه. يا كمال واقف بره ليه؟ مكالمه شخصيه، ما حبيتش يعني ادوش الزملاء بحديث الصعيد. ماشي يا كمال. اتفضل.